أتي الحداش اليوم الاثنين مع الأطباق والوصفات اللي من اقتراح المستمعين. نمشيو لعند السيدة أمينة من القنطرة. مرحبا بك أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شخبارك؟ لاباس الحمد لله. أخبار صحيحة على خير؟ كل شيء لاباس. وليدات العائلة طاقم تقني الحمد لله ونشكر الله يبارك فيك. الحمد لله. أمينة اليوم نحضروا معك اون تارت غلاسي. إيه بالليمون. وكاين عصير، كاين واحد الشلاضة بالفواكه ديال الديسير. أنا خدمتها شلاضة باش نبقاو ناكلوهم في الأول. ورا كاينين ناس أخرين حتى ما بغاو يشاركوا. اللي بغيتي دابا اختاري الحبيبة اللي بغيتي نديرو طارت غلاسي معاه. نبداو إن شاء الله. عصير واخا. غناخدو واحد المول اللي كيكون داير بحال اللي كنقولوا له المرمى اللي كيتحل من جناب. ناخدو المتوسط لأن فيه صغير ومتوسط وكبير. نعم. هاد المقادير اللي غنعطيك يجيو في المتوسط. واخا كاينة بيضة. بيضة واحدة. ايه. واحد خمارة واحدة. ونص كاس ديال الزيت. ونص كاس ديال سنيدة. نعم. وكاس ديال الطحين. ايه. صافي هادشي اللي فيها. هادي لطارت كنخلطو، هادا هادي الطبقة الأولى. كنخلطو هاد الطارطة مزيان بحال اللي كيعرفو السيدات، كنطربو البيض والسكر والزيت وهذا والطحين والخمارة في الأخير. نعم. إذا عندنا فيها بيضة واحدة. ايه. خميرة واحدة. نص كاس ديال الزيت. إيه؟ نص كاس ديال سنيده. وكاس واحد ديال الطحين. صافي هادشي كتجي جاريه ولا قاصحه ولا هي راه كتبان لك؟ هي احنا الكاس ديال الطحين راه حنا غندخلوه كامل. وهذا نص كاس نص كاس بطبيعه الحال بالكاس المعلوم. اييه كاس المغربي. هذاك الكاس ديال العنبه كناخذوا به هذه المقادير كلها. ما يخافوش السيدات ملي غيشوفوها شويه تقالت لهم بداك الكاس ديال الطحين. معليش هي كطيب وكت غتجينا بحال غنقرصوها وهي راه كنسيحوها بالمعلقه هكايا. نعم. كنسيحوها، نحاولوا نسيحوها بداك المول اللي عندنا كامل. صافي ملي كندخلوها للفران هي راه كتاخذ القياس ديالها ديال المول نيشان. نعم. شنو علاش خصنا نديروا هذه المقادير هكا قليله بزاف؟ ملي كنديروا الطبقات عندنا. نعم. طبقه ثانيه وثالثه. باش يجي لك شي متساوي مع بعضياته. نعم. وما تجيناش الطبقه ديال الكيك طالعه على الكريمه اللي غتكون من فوق ولا اللي غنعملوا. نعم. اذا هذه الطبقه الاولى. تفضلي. الطبقه الاولى صافي كطيب. دخلها طيب الفران. رمينا الساس. صافي ملي كنخرج ملي كنخرجوها. غادي نديروا الطبقه الثانيه. فيها نسطرو ديال الحليب. جوج معالق كبار ديال كريم باتيسير. نعم. جوج معالق ديال سنيده. هادي كنطيب كان نخلطو بطبيعة الحال الحليب، نخلطو فيه داك الكريم باتيسير وسنيدة مزيان. وعاد كنردوهم ملي كنحركوهم مزيان كنردوهم يطيبوا فوق البوطة. مع التحريك حتى كيعقاد لينا كيولي كريم باتيسير نيت مقاد مزيان. صافي كنزلوه. إلا بغينا ننكهوه بالفاني كنديرو له جوج صاشيات ديال الفاني. إلا بغينا النكهة ديال الحامض. نعم. كنحكوا له قشور ديال واحد الحامضه وواحد شويه ديال العصير قياس جوج معلقات هكا كبار. من ديك الحامضه النيت وكنحركوه فيه حتى كنزلوه من النار. باللي كننزلوه واخا هنا باش نمشيو على مرحله مرحله. هذاك الكيك اللي وجدنا حتى يطيبوا نخرجوه من الفران عاد نبداو نطيبوا لا كريم باتيسير. اييه. باش كنزلوها شويه تبرد باش ما نكبوش كريم سخون والحلوه سخونه. نعم. وحتى لا كريم الا وجد لينا قبل ما تطيب الحلوه راه غادي يعقد. كيعقد وكيدير ديك الجلاله الفوق ما تيبقاش كاع صالح انك تسرحيه في خاطرك. نعم. اذا حتى نطيبوا الكيك. واضح. هذاك ملي طيب فوق البوطه ونزلوه نزيدوا له يا الحامض يا الفاني اللي بغاو السيدات. وواحد اربعه حتى الخمسه ديال القطع دوائر ديال الاناناس. هي الفروي اللي بغات السيده تدخلوا اللي موجود عندها. انا كنفضل هاد الطارت بالاناناس. نعم. كنقطعوا قطع قاقين. كنقطعهم بالموس وكنلوحوهم في داك الكريم باتيسير ملي كيوجد لنا. وكنحركوا داك الشيء مزيان وكنكبوه فوق لا طارت اللي طايبه لنا. ايه. بلا ما نحيدوها من المول. اه. تبقى تما كنكبوها الطبقه الثانيه. ونراعيو اننا مع الجناب خصنا نديو داك الكريمه للجناب باش كتكولي لينا بان غادي نديرو من بعد غنديرو الفلون باش ما ينزلش لنا من الجناب. اذا خصنا ندخلو الجناب مزيان. اييه نجيو التقنيه ديال السيدات راهم عارفين ملي كيسرحوا هكا فوق الطارت كيمشيو للجناب ما يخليوش شي فجوه كتبان، ضروري يلصقوا الجنيبات مزيان بداك الكريم باتيسير. نعم. ياك هذا الشيء صافي حيدنا الطبقه الثانيه. ندوزو للطبقه الثالثه. انا دابا تنعطيك المقادير ولا واخا هنا دخلناها للثلاجة ولا بلاش؟ لا محتاج. صافي هو كيجمد الراس دابا. نعم. هو كيجمد وحنا كنمشيو نهيئ اخر. نعم. كنصاوبو نسيطرو ديال العصير ديال الليمون. نعصرو نسيطرو ديال الليمون
وكنديروا فيه ثلاثه ديال الساشيات ديال الفلون العادي العادي اللي كنشريو داك الرخيص، كنديرهم في داك نستطرو الليمون والحلاوه كتبقى بحسب الذوق ديال الليمون. الا كان حلو بزاف راه حنا كنديروا جوج معالق ديال السنيده صافي كنكتفيو. كان شي حموضه ولا شي حاجه كنزيدوا شويه. ورا كاين الفلون اللي هو حلو ما كيضافلوش السكر. لا هذا الفلون اللي هضرت لك عليه العادي داك الرخيص هذاك ما فيه والو ما فيه والو، اي كنعقدوا به الليمون فاني هو ايه كتاخذي الفاني بطبيعه الحال وصافي. وكنديروا دوك ثلاثه الساشيات مع السيترو ديال الليمون مع جوج معالق ديال سنيده، وديك الساعه الحلاوه كتبقى السيده راه كتذوق الحامض الليمون واش حامض ولا حلو. وكنديروا عاوتاني فوق النار حتى كيعقد لنا شي شويه. نعم خلاص الفلوم اللي كيكون يطيب راه هو ما كيعقدش حتى كيبرد، غير كنخليوه يغلي واحد شويه يتجالب بحال اللي كنديروا فلون عادي اللي كناكلوه بحال اللي كنصوب مع الحليب. اييه ضروري هذاك الليمون بحال كنعوضوا كطلع شي تبان تولي تبان شويه ديك الكشكوشه صافي كيغلى شويه كنحيدوه نعوضوا داك الحليب بالليمون ما هو راه نفس هذا صافي. ملي كنوجدوه كيكون داك الكريم باتيسير شبر راسو فوق هذه فوق الحلوه ديالنا في الكبان ديالو. يديروا السيدات واحد التقنيه انا كنديرها باش من يكبوا الفلون ما يديرش لنا ديك الحفيره في داك الكريمه اللي عندنا لتحت. كندير معلقه في يديه وكنبدا نخوي في ديك المعلقه وهي كتوزع عليا داك الفلون على على الحلوه كامله بلا ما دير لنا الحفيره اي كندير المعلقه كنخوي في المعلقه وهو كيوزع راسو ديك الساعات صافي. كنكبوه كامل كنحاولوا ملي نحطوها في شي بلاصه ما نحطوها ما الا تل هكا ولا كتكون مقاده شي بلاصه هكا لحطينا فوق شي طبله تكون مقاده كندخلوا للثلاجه حتى يبرد شويه داك الفلون. طبعا غادي نديرو فوق الطبله تكون مقاده هكا داك المول ونخليه ملي نشوفوا داك الفلون ديالنا برد ما بقاش غيخسرنا لا الثلاجه لا والو. تندخلوه ديك الساعه للثلاجه الا كنا مزروبين كنديروه في الكونجيلاتور. كنا غنوجدوه مثلا من الصباح حتى العشيه عاد نقدموه ولا تبات ولا في الليل. ايه ولا بالليل كتبات من الاحسن الا باتت كاع كتولي غزاله. هو الجهد اللي غادي يجمد لنا داك الفلون. ايه وبالنسبه للتزيين الفوق انا غنعطيك واحد التزيين والسيدات ديك الساعه تيبقى لهم الاختيار. اذا بغاو داك الاناناس اللي كيبقى لهم يصاوبوا طريفات هكا من الفوق ولا اللي بغاو. انا كندير واحد التزيين بالقشور ديال الليمون. كنقطعهم طوال سيوره غير اللب الفوقاني ما كناخذش الابيض. ايه كنغليهم واحد شويه في الماء. وكان لا واحد داك الماء كنحيدو لان كيطلقوا المروريه فيه. من بعد كندير شويه خرد الماء وكندير معاه السكر بحال اللي غادي نعسلوهم شويه كنديرهم بحال شي سيرو. كيتعسلوا وكيفاش كيكونوا مقطعين؟ كتقطعيهم سيوره طويلين هكا كتهبطي مع الليمونه قبل ما تعصري داك الليمون ديال الفلو كتهبطي مع ديك القشيره ديال الليمونه هكا بشكل طولي. او راه كاين داك الموس اللي كياخذ غير ديك القشره الاولى. اييه كاين هذاك اللي ما متوفرش عندها نقولوا لها الموس عادي وتهبط هكا سيوره طويلين وما تدخلش لذاك اللب الابيض. نعم صافي. وكنعاودوا نقادوهم هكا باش يعطيونا واحد الشكيل منظر زوين طويل ما فيه لا جنيبات مشنت فيه لا والو. وملي كنسلقوهم شويه في الماء كنحيدوا المروريه ديال ذاك الماء وكنديروا ما اخر والسكر كنعسلوهم شي شويه ماشي بزاف ما خصناش يتهراو لينا في الطياب يبقاو قابطين راسهم. نعم كندوبوا واحد خمسه ديال القطاع ولا سته ديال المربعات ديال الشوكولاته اسود. نعم وكناخذ داك القشور ديال الليمون كنبدا نغمس ليهم النص ديالهم كيولي قهوي والنص كيبقى ليموني في يدك. نعم وكتنزليهم هكا فوق شي بلاستيكه حتى كينشفوا ولا تدخليهم الثلاجه الا كنتي مزروبه صافي. وكتزيني بهم ديك الحلوه سواء ديري بهم مريضه الفوق او لا تدوري بها مع الجنيبات كنلصق ديك الجهه اللي فيها الشوكولات والجهه اللي فيها الليمون كنرميها هكا فوق الطارطه من الفوق. وراه كتكال هذيك القشره ديال الليمون كيتكالوا كيجيو لذاذ غزالين كيجيو زوينين حتى هما كناكلوهم صراحه. نعم تبارك الله عليك. صافي وكنديروها تبرد. نعم نعاود معاك المقادير غير بسرعه. عندنا الطبقه الاولى فيها بيضه وحده ايه خميره وحده ايه نص كاس زيت ايه نص كاس سنيده كاس ديال الطحين ايه كنخلطوا هاد العناصر كامله كنديروهم في المول ديالنا المتوسط اللي داك ديال المرمى كيف قلتي اللي كيتحل من جناب كيتحل من جناب وكندخلوها للفران. ايه ملي كطيب لنا كنجبدوها من الفران وعاد كنبداو نحضروا في لا كريم باتيسيغ اولا في الطبقه الثانيه فيها نص سيترو ديال الحليب جوج معالق كبار من لا كريم باتيسيغ جوج معالق كبار من سنيده النكهه اللي بغى يدير الفاني راه كيدير جوج ديال لي ساشي اللي بغى يدير الحامض راه كيدير نكهه الحامض وكنديروا بعض قطع الفواكه اللي عندنا انت كتفضلي الاناناس نعم اذا من بعد ما كطيب العجينه كنديروا اولا الكيك كنديروا فوق منها الطبقه هذه ملي كنديروا هذه الطبقه كنوجدوا نص سترو ديال الليمون كنعصروا الليمون ونعبروا نص سترو
ونضيفوا عليه ثلاثه ديال لي ساشي ديال الفلون العادي اللي ما فيه حتى شي نكهه وما فيهش السكر. أيه. وطبعا السكر كيبقى بحسب الذوق. أيه. نعم هذه هي الطبقه الثالثه كيف قلتي التقنيه ديالك اللي هي مزيانه باش ما تعملناش ديك الحفيره فوق هذاك لا كريم باتيسير. كتهزي غير بعد ما كنطيبوا الليمون طبعا مع الفلون كنهزوه غير بالمعلقه ونبداو نخويو غير بشويه بشويه. لا باش نوضحوا ماشي تهزي بالمعلقه باش ما تبقايش لان غتعطلك بالهزان بالمعلقه. لا غير الاول كناخذوا المعلقه تنوقفوا يدينا هكا فوق الحلوه فوق لاطارت اللي عندنا وتنبداو نكبوا ديك الكاسرونه واخا نخويو فوق المعلقه فوق المعلقه. واضح. وهي كتبدا توزع علينا داك فهمت. باش ما تعطيناش ديك الحفيره. نعم اذا كنحطوا المعلقه فوق هذيك الطبقه ديال لا كريم باتيسير كنقبطوا هكا بيدينا عاليه شويه. هي اللي كنخويو فيها. ايوا نعليو شويه يدنا هكايا وتنخويو في المعلقه ملي كنبداو نخويو راه هو كيتوزع الراس وديك الساعه. نعم ما كيدير لنا لا الحفيره لا والو. نعم صافي وكنخليوها تبرد. وطبعا راه الطريقه ديال التزيين كيف ذكرتي انه الوقت شويه دانا وما سخيناش بالهضره معاك الا امينه. بارك الله فيك الله يخليك. شكرا لهذه الوصفه دائما. شكرا على كل الوصفات اللي كتقدمي لنا. شكرا. انتم ايضا مستمعينا يمكن لكم تشاركوا معنا.